مارك زوكربيرغ ملياردير محظوظ، فبعد أن كبده رهانه قبل أعوام على الواقع الافتراضي أو الميتافيرس خسارة بنحو 100 مليار دولار من ثروته، ها هو اليوم يكسب الرهان لتتضاعف ثروته 6 مرات خلال 2 تقريبا بحسب بلومبرغ. فقد لقيت نظارات الواقع المعزز أوراين التي أطلقها أخيرا إقبالا كبيرا واعتبرت نقلة نوعية لشركة ميتا المالكة لفيسبوك، من كونها شركة وسائل تواصل اجتماعي إلى شركة تركز على الميتافيرس وتستطيع صنع أجهزة جديدة مختلفة عن الموبايلات الذكية ويمكن دمجها بالذكاء الاصطناعي مثل نظارات أوراين. وفعلا قفز سهم ميتا بنسبة 60% هذه السنة، بينما أصبح ثروة زوكربيرغ نحو 200 مليار دولار وصعد للمركز الرابع في قائمة أثرياء العالم. ما رأيكم، هل مارك محظوظ أم مجتهد يستحق هذه المليارات؟